مع حسان تنبكتي. تنبكتي يلعب الكرة للأمام إلى محاولة شبابية في الجهات اليسار، ترجع بالخلف من صبياني واصلة إلى ماجد. ماجد يمرر الكرة في الجهات اليسار، الكرة مرت الشباب رغم أنه لم يبرم كثير. المتواجدين في دكة البدلاء كمية من النجوم عند مدرب النصر السيد كاس. بعد أن ظل النصر صاحب المبادرة في الدقائق الماضية، الكرة للشباب على اليسار، المرور والعرضية، الكرة عدت من أحمد عبدو ترجع لصالح النصر. النصر في بعد كرة واصلة بوسط الملعب، الشباب هذه المرة صاحب اليسار، الشباب مع كرة مع انطلاقة ووصول إلى منطقة الجزاء وعرضية. نواف العقيدي نجح في الحصول على اللعبة داخل منطقة، إبعاد من الدفاع الشبابي، ترجع الكرة بالراس واصلة والتدخل من كيم سونغ. عناصر الشباب معودة بالكامل لأغلب العناصر النصراوية، الكرة بالراس، نواف فشل في إبعاد الكرة لكن نجح الدفاع في إبعادها. الكرة ترجع للشبابيين ساقطة في منطقة الجزاء، عدت من إياغو سانتوس. الركلة على ثقل كبير عند بانيجا لكن الكرة ترجع للنصر والمحاولة سكور تدخل فيها في لحظة حاسمة. الغنام بمنطقة الجزاء ومن أمام النصر مع المحاولة، السقوط بمخالفة، السقوط بمكان، وقت الأفضل للتقدم لكن كنا لعبها بعيدة. في تانيسكا يستمر في انطلاقته ومروره وتسديدة، كيبسون يتصدى لتسديدة رائعة، تانيسكا جاء من أجل أن يقدم للدخول في شوط المباراة الثاني. الأحداث لا تعجب مدرب النصر لذلك. في مكان عبد الفتاح مادم، فرحة الجماهير النصراوية بقدوم رونالدو إلى أرضية الملعب، النجم الكبير اللي بلا شك بأنه باستثناء من أمام هدام بهبري. هذه أخطر كرات الشباب في المباراة اللي عدت من أمام نواف لكن نواف نجح في العودة للمساك يا مرور من نواف بوشل. نواف يمرر الكرة واصلة لصالح النصر إلى رونالدو، مرور وتسديدة كيم سونغ أبعدها لخارج أرضية الملعب. الله على رونالدو، وأنت ضربة شباب أبعد الكرة لخارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. في مباراة الليلة الكرة تلعب للنصر إلى عبد الله عبد الباكور، يعني تانيسكا فشل ورونالدو شابه اللقطة اللي تمكن منها النصر من تسجيل هدف في مرمى انتر ميلان. يبدو طريقة مدروسة بالنسبة للاعبين النصر. يتقاسم النجومية في مباراة الليلة مع كيم سونغ، العرضية ثم نواف أبعد. الله الله، تسديدة لخارج أرضية الملعب. تفنى إلى رونالدو، نجمة سريعة خاطفة وتسديدة من رونالدو إلى خارج أرضية الملعب. ما تخطي مع النصراويين، كراتهم سريعة، خطفة كرة سريعة والتسديدة من رونالدو مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنة مرمى. عند كريستيانو رونالدو اللي تعود على تسجيل مثل هذه الكرات، رونالدو عند الكلوب الفرصة الأخيرة في الثواني الأخيرة.